يا اهلا بحضراتكم. هنرجع بقى عشان نبتدي كلامنا في مجموعه من الملفات المختلفه متعلقه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. كان عندنا ماتشين مهمين لعبناهم، البنك الاهلي ومباراه الاسماعيلي. طبعا كل مباراه منهم على حده كان فيها من التفاصيل ما يستدعي التوقف عندها وتناولها بالنقد والتحليل. عندنا يوم الجمعه الجاي ان شاء الله لقاء قمه امام فريق الزمالك، وطبعا كالعاده دي بتكون مباريات بره اي حسابات، ليها حساباتها الخاصه. وخلينا يعني ايه لكل مقام مقال. وطبعا كمان عندنا ملف اختيار كيبسو موسيماني والشناوي ضمن قوائم الافضل في العالم لعام 2021. هنتكلم في كل هذه الامور مع كابتن جمال السيد نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا لاول مره في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا كابتن. بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يخليك يا استاذ كريم. سعيد طبعا لما اتواجد في قناه الاهلي. انا بقالي فتره يعني فعلا بعيد على الاضواء شويه. طب ينفع كده؟ لا والله الواحد وحارمنا من انسك بيها كم حبيبي. ربنا يخليك وسعيد بحضرتك النهارده طبعا، وسعيد بجماهير النادي الاهلي. شرف ليا ان انا موجود معاك. ربنا يخليك يا رب. تعالى نبتدي يا كابتن بعد اذنك بالاحدث اللي هو الترشيح اللي كلنا سعدنا بيه بالامس، ترشيح محمد الشناوي وبيتسو موسيماني دي قوائم المرشحين لجائزه الافضل في 2021. كيف رايت هذا الامر؟ لا طبعا في منتهى السعاده. طبعا بالنسبه لمحمد الشناوي كحارس مرمى يعني عمل موسم كويس جدا مع النادي الاهلي وكاس العالم للانديه بشكل كويس، كانت برضو العالم كله شافها بشكل كبير. محمد الشناوي ماشي بخطوات ثابته بقاله فتره طويله وان شاء الله يمشي على المستوى ده. وانا شايف ان هو يستحق باذن الله ان هو يخش الترشيح. مجرد دخول الترشيح يعني شايف ان هي حاجه جميله قوي طبعا. حتى لو قريب، مجرد ان هو يخش طبعا مع حراس المرمى العالميين كورتوا بالظبط ومعظم الحراس المتميزين ده، طبعا يعني شايف ان هو شرف كبير لينا وحاجه كويسه طبعا للنادي الاهلي. وان شاء الله الشناوي دايما على مستواه المعهود وربنا طبعا يشفيه ونلاقيه قريب طبعا في المباراه باذن الله ان شاء الله. وبرده فكره البيتسو موسيماني، طب احنا زي الفل اهو، ده احنا عالميين بالمعنى الحرفي. لا مفيش شك طبعا، حاجه كويسه، حاجه جميله. مستر بيتسو طبعا مدرب كويس، مدرب متميز يعني عمل نتائج كويسه قوي مع النادي الاهلي الفترات اللي فاتت دي، وكفايه طبعا بطولتين افريقيا يعني شايف ان هو اجاد وانجز فيهم بشكل جيد، وشايف ان هو ماشي بخطوات ثابته. حتى بدايه الدوري السنه دي شايف برده ان يعني مباراه الاسماعيلي عمل حاجه كويس قوي تحسب له. هو فاجئ الكل بالظبط. عنصر يعني المفاجاه اللي عمله في التشكيل والتكتيك وطريقه اللعب فاجئ نادي الاسماعيلي، وبناء عليه عمل ماتش كويس قوي والفرقه اجادت وكانت ظهرت بمستوى هايل. نيجي لماتش البنك الاهلي، البنك الاهلي الناس متخيله ان يعني كانت الدنيا صعبه شويه، لا هو وضع طبيعي لان انت النادي الاهلي في المباراه دي يعني شايف ان كان خالد جلال يعني مدرب كويس، مدرب متميز. طبعًا. عامل طبعا يعني عامل احتياطاته كويس قوي ولعب وتكتل دفاعي صعب الاختراق. بالظبط، صعب الاختراق، لعب بثلاثه او يعني شبه الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، قفل على مفاتيح اللعب من الجنبين وتعامل مع المباراه بشكل جوائز كمدرب يعني بالنسبه للكابتن خالد جلال. بالنسبه لبيتسو موسيماني يعني كنت شايف ان الشوط الثاني كان ممكن يبقى بدري شويه تغييرات. والسنه دي برده جينا لحاجه كويسه او لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. السنه دي البنش بتاع النادي الاهلي او دكه الاحتياط ما يقلش عن اللي بيلعبوا بمنتهى الامانه. بص لهم طبعا فريق موازي قاعده بره طبعا هيستغلها كويس الفترات القادمه. مجرد ان هو هيعمل التوازن ما بين ان انا اقناع اللعيب ان انت متواجد ليك دور كبير زي ما كان بيعمل مستر جوزيه بالظبط. لو وصل للتوليفه دي واقناع اللعيبه دي ان هي قاعده على البنش ان هي ليها دور كبير في الفترات القادمه، مش بالضروره دلوقتي لان انت حضرتك امبارح مين قاعد على الدكه؟ قاعد حسين الشحات، كهربا طبعا، واحمد عبد القادر و لعيبه كلهم متميزين يعملوا الفرق. وفعلا محمد شريف نزل، محمد شريف ونزل حسين الشحات كانت نقطه انطلاق بالنسبه للنادي الاهلي وفرقت كتير جدا. وقدر ان هو برده يبقى عنده مرونه تكتيكيه، غير طريقته، الطريقه العاديه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها بقاله سنين 4-2-3-1 فرقت بشكل كبير. طبعا نيجي برده لنقطه فنيه مهمه قوي يعني اتمنى ان هو ياخد باله منها مستر بسم الله، اللي هي بتاعت مجدي قفشه. مجدي قفشه عنده مشكله كبيره لو لعب على اطراف الملعب. بدانا امبارح 3-4-3 يعني تقريبا مجدي قفشه طول ما هو بيميل ناحيه اليمين خطورته بتقل. مجدي قفشه التميز بتاعه كله في الجزئيه بتاعت قلب الملعب. بلاي ميكر طبعًا. متميز طبعا، لو عنده كمان قدره على الاختراق مهما بالزبط. كان شكل التكتل الدفاعي اللي قصاده تمام، بيبقى عنده حلول. انما لما بيخرج على الجنب اليمين شايف ان هي بتبقى جزء كبير من قوته بيروح بالزبط. او بيتعمل عليه هولد تعالى نسميه بالظبط، وسهل ان انا يعني احيده او اجنبه في الجزئيه دي زي ما عمل امبارح عاصم صلاح لاعب نادي البنك الاهلي. كان يعقوب ورد في الجنب ده قفلوا عليه بشكل كبير وقفلوا على محمد هاني. فدي كانت برده سبب كبير من قله خطوره النادي الاهلي لما بدا ارجع لطريقتي العاديه
واشتغل 4-2-3-1، ظهر خطوره النادي الاهلي. حسين الشحات فرق كتير جدا في الجنب اليمين، عمل جبهه كبيره جدا رائع، كان مع بالظبط مع قله المخزون البدني بتاع فرقه البنك الاهلي، فرق وظهر النادي الاهلي. ممكن يكون يعني اكيد اكيد حد زي يعني بيتسو موسيماني اكيد هو سيد العارفين بجوده اداء قفشه لما يكون متمركز في المكان الصح. بالظبط. طب ليه ما بيخلوهوش يتمركز في المكان اللي هو فعلا مميز فيه في بعض الاحيان، مش بتكلم في المطلق. بالظبط. يعني ايه اللي يخليني اغير بوزيشن بتاع لعيب انا عارف انه بيبقى مبدع في الحته دي كلها؟ ايه الظروف اللي تخليني اغير او اريلوكيت اللعيبه؟ خليني اقول لحضرتك حاجه، انا امبارح لو ما كان بيتسو موسيماني هلعب بنفس الشكل. ليه؟ انا اجدت ماتش الاسماعيلي وماشي بالطريقه دي كويس قوي، اللي هي طريقه 4-3-3 بالزول حمدي فتحي والجزئيه التكتيكيه اللي بيعملها، وان انا بحرر الاثنين الطرفين زي محمد هاني مثلا وعلي معلول. كانت فارقه كتير في مباراه الاسماعيلي لما فاجئنا بيها النادي الاسماعيلي، اجدنا وانجزنا وعملنا ماتش كويس وسكور كويس. فوضع طبيعي بقى كان شاف الماتش ده واستعد للقاء، استعد كويس طبعا. ما اقدرش اعمل مفاجات ثانيه بتبقى فيها صعوبه شويه، وخاصه انت النادي الاهلي اوراقه مكشوفه، لعيبته معروفه، قدراتها معروفه كويس قوي. نيجي مثلا للجزئيه دي، كنت لازم ابدا كده. انا مش نقد المستر بيتسو، لا، لو انا مكانه بقول لحضرتك كنت هلعب بنفس الشكل كده. لأن أنا كسبان مباراة كبيرة قبليها. لما أجي بقى المرونة التكتيكية اللي بقول عليها هي اللي هي سيناريوهات المباراة اللي هي فترات المباريات أو الفترة اللي في المباراة نفسها، إن أنا غيرت وعملت تغييرات كويسة من البنش عندي، وبناء عليه غيرت الشكل بتاعي وغيرت في بعض وظائف اللعيبة. إديت بقى مجدي قفشة الجزئية بتاعت إن أنت بلاي ميكر عادي جدا، واتنين ديفندرين شغالين، حمدي فتحي رجع زي الأول طبيعته وعمرو السولية، واشتغل مجدي قفشه بشكل كويس، وحسين الشحات عمل الجبهه اليمين بشكل جيد، فحسيت ان الملعب اتعدل اتظبط. يعني مرضي من البدايات، حلوه البدايات على حد تعبير عمرو دياب. انا بطمن الجمهور الماتشين اللي فاتوا بدايه. ايوه بالظبط، انا بطمن الجمهور. بس ليه؟ امبارح حصل شويه قلق والناس قلقانه شويه، لا ده ماتش الزمالك جاي ولو ظهرنا. هو مش قلق يا كابتن قد ما هو يعني احنا ايه بعد الحلويات اللي شفناها في ماتش الاسماعيلي قلنا بس اللي جاي كله بقى نفس القطعيه، احنا لقينا الدنيا على ماتشات دوليه، فلقينا امبارح بالذات الشوط الاول لا الدنيا محجره جامد. بالظبط، ما بقول لك وضع طبيعي. لان كمان برضو احنا ما بنلعبش لوحدنا، احنا برضو لازم يبقى في احترام للمنافس. أكيد. والنادي الاهلي محترمه كويس قوي، وخالد جلال طبعا كل الاحترام ليه. طبعاً ان هو ادى بشكل جيد للنادي الاهلي، حافظ مفاتيح النادي الاهلي واشتغل عليها بشكل جيد جدا جدا. حتى في تشكيله امبارح يعني احمد ياسين ده بيلعب اصلا مدافع في القلب، يعني ميله ناحيه اليمين شويه، امير مدحت لعب في قلب الملعب، عاصم صلاح لعب في الطرف الثاني، قفل لك الجزئيه اللي انت ممكن تشتغل عليها ورا الباكين، حتى ملاعب يعقوبه وملاعب حتى محمد بسيوني ناحيه اليمين، بيرجعوا معالي محلول ومحمد هاني قافلين عاملين بلوك مش طبيعي. ايوه بس لما انت بقى تاخد بالك من البلوك اللي مش طبيعي ده، وما تاخد بالك من الدقائق الاولى للمباراه ان الفريق المنافس اريك كويس تمام، ليه كان في تاخير في بس انت جبت النقطه يعني اللي انا هي دي النقطه الوحيده بالظبط. ما انت مقري خلاص، ما انت مكشوف بالظبط، يبقى نغير بقى. انا بالظبط، انا بقى هي دي فلسفه المدرب. في مدربين ما بيحبش المجازفه والريسك بسرعه، ان انا اغير بسرعه بتجيب اثر عكسي ممكن على اللعيب شويه، ان انا غيرت بدري لا كنت خدت فرصه كان ممكن اعمل حاجه، هو بيعمل التوازن ده كويس. مستر بيتسو حتى كمان على صعيد الروتيشن علما بانه عنده مجموعه نجوم في نجوم الفريق. فبرضه انا لما اخرج لعيب بدري شويه هتبص متاثر نفسيا أكيد. شويه بس برضه ما يبقاش على حساب الفرقه أكيد. بمعنى ان انا ممكن كان ممكن زي ما حضرتك بتقول فعلا لو انا مكانه انا كنت بدات الشوط الثاني بالتغييرات اللي عملتها، ما كنتش هستنى ال 10 دقائق لما نزلت محمد شريف، وبعديها بخمس دقائق ست دقائق نزلت حسين الشحات. ده ما كنتش بدرت يعني بشويه تغييرات في الشوط الاول احنا نفسه. توقعنا كده يعني انا عن نفسي توقعت كده ان هو بين الشوطين هلاقي محمد شريف في الملعب وحسين الشحات، يبقى انا ظبطت الملعب. مكان مين؟ هو طبعا هو ادلى مني انا، بس هو عمل تغييره كويسه، رغم ان محمد هاني كان كويس. طبعا يعني محمد هاني ما كانش وحش ان هو غير، لان حسيت ان محمد هاني برده خارج يعني زعلان شويه. هو وضع طبيعي نفسه يكمل يعني خارج زعلان. لا هو لعيب راجل الحقيقه هايل يعني عمل ماتش كويس وكل ماتش جيد، فكان كنت متخيل هتبقى بين الشوطين. اخرها شويه بقى بيتسو موسيماني، ده التوقيتات والتايمنج ده بتاعه هو بصراحه، هو كمدير فني. انما احنا لما بنتفرج بتمنى كنت عايز مثلا بين الشوطين الاقي محمد شريف ولا حسين، خلاص انا عدلت الملعب وقفشه رجع مكانه الطبيعي والدنيا اتظبطت
وبدانا ان احنا نضغط على فرقه البنك الاهلي بشكل جيد. هي بتبقى ورطه ساعات يا كابتن فكره ان انت عندك دكه احتياطي ما يقلوش في كفاءاتهم ومهاراتهم عن اللعيبه العاديين، يعني ورطه للمدرب. انا بتكلم بقى على الصعيد النفسي تحديدا رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، فكره الروتيشن وانت عندك كلهم نجوم ومنهم كمان كذا حد بيبقى رائع في اكتر من مركز، تمام، مش بس في مركزه هو وخط. بالظبط. فدي بتصعب مهمه التبديلات اللي بيلجا لها المدير الفني في بعض الاحيان. ما فيش شك بتصعب مهمته لسببين. اولا طبعا كل التحيه لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا والكابتن محمود الخطيب، عامل السنه دي يعني توليفه رهيبه تنجح اي مدرب بعيد عن اي حاجه. احنا بنتكلم زي ما قلت الصفقات الاخيره كمان، صفقات رهيبه، لوز اللوز قوي قوي يعني فعلا تحس يعني حتى انت لما تيجي تغير وعايز تحط لعيب او ان انت تعمل الروتيشن بشكل كويس، انت لسه هتخش بقى على ماتشات دلوقتي وبتلعب 3 4 ايام وهيجي لك افريقيا. الدنيا هتبقى صعبه، الهرس جاي، الهرس جاي بالظبط. فانت قدرتك انت كمدرب وقصه الاقناع بقى اللي انا كنت بقول اللي كان ناجح فيها جدا مستر مانويل جوزيه، الاقناع يعني ايه؟ يعني انا قاعد لعيب كبير زي مثلا محمود كهربا. بس انا اسف لمقاطعه حضرتك، بس الشيء بالشيء يذكر برضه، في الفتره بتاعه مانويل جوزيه كان في استدامه، كان في استمراريه، تمام، في التالق، تمام. لكن مع غيره من المدربين بدون تسميه شخص بعينه بتلاقي ساعات في تذبذب في المستوى لدرجه ان انت تبقى قاعد محتار يعني، تمام. الله، مش ده اللي كان مولع الدنيا من كام يوم في الماتش اللي فات؟ طب ليه الدنيا بعافيه ليه المره دي شويه؟ في تعطيل شويه. بس انا هقول لحضرتك حاجه، خلينا برضه عشان نبقى منصفين. ايام مانويل جوزيه كان النادي الاهلي دايما النادي الاهلي ماشي بقدرات استثماريه عاليه على مستوى جميع مجالس ادارات النادي. في الوقت ده مع احترام الجميع الانديه، الوقت اللي كان فيه مانويل جوزيه كان مانويل جوزيه بس اللي احنا بنجدد وبنجيب لعيبه وعندنا القدرات دي. مع احترام الكامل الانديه كلها، عشان كده كان الفرق بقى واضح. طبعا. والفروق كبيره. انما دلوقتي قدرات ماديه كبيره عند معظم الانديه وخاصه الانديه اللي طالعه. وغيرهم طبعا. عندي القدرات دي، فخلي بالك العمليه هتظبط. هيحل الدوري يا كابتن. هيحل الدوري. طبعا. ما عشان كده هلاقي الصعوبه اللي هي بالنسبه للنادي الاهلي، ما بيبقاش بقى ايه؟ يعني حاجه وحشه في الكواليتي بتاع اللعيبه او خامات اللعيبه اللي انا جايبها، لا، الناس برضو بتعلى زيي، الناس بتدعم زيي. لا، وحتى اللي مش عالي قوي بيجي في ماتش الاهلي ويحجر جامد، يعني الناس كلها بتتغول انجاز التعبير. بالظبط. حتى لو هم امكانياتهم محدوده على فكره، يعني مش بتكلم ماديا، حتى مهاريا. حتى مهاريا بتلاقيهم فايقين كده مع الاهلي دايما. بص، في مقوله دايما احنا حتى بنقولها للناشئين في جميع المجالات لما كنا في حاله تواجدنا في النادي الاهلي، كل لعيب في مصر بيلعب قدام النادي الاهلي عايز يلعب في النادي الاهلي. طبعا. وعايز ياخد عين المدربين. ان كان في الناشئين او في الفريق الاول، وده حق شرعي ليه. طبعا. فبيقاتل جدا. بالظبط، منطقي جدا، بيقاتل. علاوه على زي ما قلت لك الكواليتي بتاع اللعيبه دلوقتي اللي بيجيبها فيوتشر وبيجيبها البنك الاهلي وبيجيبها معظم الانديه اللي صاعده دلوقتي، لا، بقت زادت، فالمنافسه قربت شويه. يعني احنا امبارح دلوقتي لو بنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي، تمام، وتاريخ مثلا البنك الاهلي مع كامل الاحترام ليهم، طبعا الموضوع كبير. طبعًا. انت الطبيعي ان انت تنزل تكسبهم 5-6. ناس اجتهدت وتعبت مع مدرب محترم معاهم. طبعًا. ونظم اللعيبه ونظمهم بشكل كويس. لا، كان امبارح المباراه تقريبا يعني لدرجه اخر 10 دقائق النادي الاهلي كان يعني مضبوط. احنا كنا قلقانين ان احنا ممكن يحصل حاجه، نتعادل، يحصل طبعًا. مشكله. طبعًا. ولكن زي ما بقول لك كده، ايه الموضوع قرب شويه، الناس كلها بقت تدعم وتدعم بقوه. طيب، في ضوء رؤيتك ومشاهدتك لمباراة الإسماعيلي ثم مباراة البنك الأهلي، ماذا تتوقع في لقاء الزمالك يوم الجمعة الجاي إن شاء الله؟ طبعا مباراة الزمالك يعني من المباريات الكبيرة قوي اللي دايما ما لا تخضع على أي قياس. أكيد. نادي الأهلي نادي كبير طبعا، ونادي الزمالك نادي كبير، مباراة نتمنى إن هي طبعا تمتعنا والفوز يكون إن شاء الله حليف للنادي الأهلي. النادي الأهلي لو لعب بنفس الطريقة اللي بيلعب بيها الطبيعي، وانا اعتقد ان مستر بيتسو موسيماني هيرجع لطريقته الطبيعيه 4-2-3-1، وبناء عليه هتلاقي الملعب مظبوط بالنسبه للنادي الاهلي. ليه؟ النادي الاهلي مش هقدر اعمل مفاجات قدام نادي الزمالك. نادي الزمالك خلاص يعني عارف كل اوراقنا طبعا. واحنا عارفين اوراق نادي الزمالك. فانت هتلعب على ايه؟ على حاله اللاعبين، مدى حاله اللاعبين اثناء الجيم بمجرد ان الحكم يبدا صفاره الحكم. بالمناسبه، انت شايف انه هيكون اللقاء ده مباراة بين لعيبة فرقتين، ولا هتكون أكتر مباراة بين فكر اتنين مدربين؟ طبعا. احنا عندنا برضو يعني بيتسو موسيماني إلى حد ما برضو عنده التكنيك الهجوم، وكارتيرون إلى حد ما برضو إيه بيميل لفكرة الدفاع والنوع ده من الأمور، فهيكون يعني الماتش ده ماتش ما بين المدربين أكتر ما بين اللعيبة؟
احنا دايما في مقوله كانت دايما تتقال، يقول لك الشوط الاولاني شوط اللعيب، لان اللعيب بيبقى عنده الطاقه والروح والحماس والحاله البدنيه لسه عاليه ومحتفظ المخزون البدني كله معظمه بيطلع في الشوط الاولاني وخاصه في مباراه اهلي وزمالك. الشوط الثاني دايما يقول له شوط تكتيك شويه، اللي هو ميال لشوط المدربين. ليه؟ لان بتبدا التدخلات من البنش من اللعيبه. ممكن اعمل تغييرات داخليه في الملعب زي ما اوقات كتير بيعملها مستر بيتسو وسيمان. بس لو جينا للجزئيه اللي النادي الاهلي لو لعب بيها 4 2 3 1 بتشكيلنا المعروف جدا، اللي هو ايه يعني، عايز اقول 90% من التشكيل اللي لعب 99% منه مع ظبطه الملعب شويه، لا احنا هنتفوق بشكل كبير. طب متخيل انه يعني ازاي موسيماني هيخترق دفاعات الزمالك ويفسد فكر كارتيرون؟ يعني هل مثلا هيكون من خلال اللعب على فكره ان هو يقتل له فرصه الهجمه المرتده واللي بيتميز بيها جدا كارتيرون، ولا هتمشي الامور بالظبط؟ كارتيرون معظم لعبه في المباراه بيلعب على التامين الدفاعي الجيد. وعنده لعيبه تقدر تعمل له الفارق، اشرف بن شرقي وعمر السعيد دلوقتي مش كويس، وعندهم سرعه ارتداد من الدفاع للهجوم بالظبط، بيهاجموا بالظبط، بيدافعوا بشكل جيد. عندهم لعيبه عندهم قدراتهم الدفاعيه جامده، طارق حامد وامام عاشور وطبعا على محمود علاء والونش، عنده فرقه كويسه واحمد فتوح ناحيه الشمال اكيد، حمزه المسلوس ناحيه اليمين. النادي الاهلي لو اعتمد في لعبه الطبيعي ان انا لو بدات بظبطه الملعب بتاعتي نفس التشكيل بتاع امبارح، ايمن اشرف مثلا وبنون وبيلعب اكرم توفيق ناحيه اليمين وبيلعب علي معلول ناحيه الشمال، العب باثنين نص ملعب واضحين جدا، حمدي فتحي ومعاه عمرو السوليه، وبيلعب الوضع الطبيعي بقى مجدي قفشه وبيلعب محمد شريف مثلا وحسين الشحات. انا شايف ان ده تشكيل هيبقى اوقع بالنسبه للنادي الاهلي. معايا بقى على الدكه لعيبه كتير جدا، لعيبه كويسين قوي كتير، يعني هيبقى معايا مثلا محمود كهربا، ومعايا ممكن بيرسي تاو ما يبداش بيه. انا شايف كده لو الطبيعي دلوقتي محمد شريف اجاد وسجل، الطبيعي ان انا العب محمد شريف، عنده الثقه وعنده الروح، وبعدين متفوق في ماتشات الزمالك السابقه. لازم اهتم بالنقطه طبعًا. دي نفسيا بتعلي اكيد، بتدي له الاولويه وبتدي له حتى الاريحيه لما ببدا مش قلقان من حمى مباراه الاهلي والزمالك، لان دي مباراه ليها حسابات خاصه طبعا. ودقه قويه، شايف إن إن, ان 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 النادي الاهلي يتفوق على نادي الزمالك ونكسب مكسب كويس ان شاء الله. على ذكر بيرسي تاو، كان بدايه اكثر من رائعه ليه في مباراه الاسماعيلي والحقيقه، وهدفين ولا اجمل، وتحركات في الملعب يعني حاجه كانت عظيمه، برضو شفنا منها امبارح ما تيسر. اي ليه؟ ليه؟ اقول لحضرتك ليه؟ عشان الجزئيه اللي كلمت حضرتك، ما فيش مساحات. الاسماعيلي كان بيلعب باثنين بس ورا اثنين مدافعين. امبارح البنك الاهلي بيلعب بثلاثه، بس تاو من اللعيبه اللي يعرفوا يخلقوا. فكر حضرتك بجون كويس، هو الجول الاولاني اللي عمله في ماتش الاسماعيلي جات له فرصه لعيب على لعيب، اللي بنسميها احنا في الكوره واحد ضد واحد. طبعا عدى منه بسرعته. لو المساحه دي مش موجوده امبارح، مش موجوده تخيلها ان هو جه واحد ضد واحد مثلا، زي لعيب زي امير مدحت اللي هو كان بيلبس رقم 20 امبارح. تمام، لعيب كويس على فكره، من اللعيبه المتميزين امبارح اجاده في مباراه البنك الاهلي. لو جه واحد لواحد وحاول يعديه ناحيه الشمال، هتلاقي احمد ياسين اللي هو المدافع الثالث قافل الجزئيه دي، عشان ما يدلوش مساحه ينطلق فيها. مساحه طبعا. احنا فاجئناه في الاسماعيلي ليه؟ لعب باثنين ورا، اي حاجه واحد ضد واحد بيرسي تاو هيعدي، عنده سرعه رهيبه، سرعه كويسه متميز، وبعدين عنده يعني سرعه بفكر، سرعه جري وسرعه رد فعل كمان، ذهنيه دايما حاضر يعني. سرعه رد الفعل، واحده ما خد الكوره ناحيه الشمال شوط سجل. انما المساحات دي ما كانتش موجوده امبارح. في ماتش الزمالك ممكن تبقى موجوده لان هم بيلعبوا باثنين ورا، بس انا ممكن وجهه نظري الشخصيه الافضليه ذا بيست ان هو ممكن الشوط الثاني يقدر يستفيد بيه بشكل اكتر. محمد شريف واخد الحساسيه وسجل وعمل مباراه كويسه، ويقدر ان شاء الله يعني يتفوق على مدافعين الزمالك ان شاء الله، ربنا يصلح الحال. طيب احنا هنستاذن حضرتك، نطلع بس فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل اتفضل. يا اهلا بحضراتكم عوده من جديد لضيفنا كابتن جمال السيد. الحقيقه من زاويه معينه لرؤيه الامور، حضراتكم فاتكم شويه كلام لوز اتقال في الفاصل ده، اتكلمنا في ملفات كتير جدا في وقت ضيق، ولكن ما فاتكوش قوي برضو، احنا لسه فيها برضو نعرف حضراتكم من ضمن النقاط اللي اتكلمنا فيها التألق السكندري الملحوظ في الفترة الأخيرة، ودي نقطة أكيد هنتكلم فيها لاحقا، بس عشان احنا كنا يعني بنتكلم الأول على لقاء الزمالك، فنبتدي برؤية حضرتك الزمالك هيبقى عامل إزاي، تشكيله هيبقى عامل إزاي، خطته هتبقى عاملة إزاي، وبعد كده بقى نروح لبقية النقاط اللي اتكلمنا فيها في الفاصل. اتفضل. تمام. أنا شايف برضو ناس الزمالك في الفترة اللي فاتت دي، أو ناس الزمالك من الأندية اللي مثبت برضو طريقة اللعب بتاعته، طريقة لعب حتى وظائف اللعيبة تقريبا شبه ثابتة، بيعتمد على حاله اللاعبين في يوم المباراه.
بمعنى درجة يعني فوقانهم يعني درجة فوقان بالظبط. مدافعين نادي الزمالك معروفين، بيلعب حمزة المسلوسي، بيلعب محمود علاء، عشان يعني اقول تشكيلهم او الاقرب للتشكيل. بعد كده ممكن نتكلم على مفاتيح اللعب، الشكل ممكن يبقى ازاي. محمود علاء الونش، بيلعب احمد فتوح، طارق حامد، وبيلعب امام عاشور، ومتواجد بقى مصطفى فتحي واشرف بن شرقي، متواجد عمر السعيد، ممكن احداد. دي اللعيبه اللي هم قريبين، زيزو طبعا باللعيبه المتميزين قوي الاساسيين. مفاتيح لعب نادي الزمالك بيعتمد على حاله اشرف بن شرقي، وبيعتمد على مصطفى فتحي دلوقتي من اللعيبه المتميزين قوي، ان كان بديل او ان كان هيلعب اساسي. شايف ان مصطفى فتحي بيبدا الماتشات اللي فاتت دي، لعيب مؤثر جدا، يقدر يعمل لك الحاله الفرديه الهجوميه العاليه، اسيستاته متميز، يقدر يروح للجون بشكل جيد، كسب روح معنويه عاليه جدا وخبرات عاليه في السنه اللي لعبها مع سموحه، ودي فرقت معاه كتير قوي. احنا ما كناش شايفين مصطفى فتحي لفترات طويله في نادي الزمالك، ما بين يلعب 10 دقائق يلعب ربع ساعه. من اللعيبه اللي بتعجبني ادائها في الملعب، لعيب ليه شخصيه، بيمسك الكوره تحس ان الكوره في رجله، لعيب كبير. مصطفى فتحي لازم يتعمل حسابه في الحاله الدفاعيه، والنادي الاهلي بيشتغل بيهاجم ليه؟ عشان المرتدات. اشرف بن شرقي نفس الكلام بالنسبه له. زيزو اتكلم على ثلاث لعيبه، لعيبه كبار مع اوباما كمان، بس مين بقى البدايات اللي هيبدا بيها كارترون عشان يناور يعمل مناوره مع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت يبقى عنده على البنش لعيبه تقدر تعمل له الفرق بعد كده. او السيناريو الثاني للمباراه اللي بسميه لاي مدرب لازم يكون مستعد له، زي ما كنا بنتكلم على مستر بيتسو في مباراه البنك الاهلي، السيناريو الثاني هو مستعد له بشكل جيد، ولكن في شيء من التاخير. وبس في الاخر طبعا يعني اجادوا وكسبنا الحمد لله. بالنسبه برضو اي مدرب بيبقى عامل السيناريو ده، لو انا حاله تعطيل بالنسبه مثلا لزيزو، نادي الاهلي قفل كويس قوي ناحيه الشمال، قفل بعلي معلول، قفل مثلا بحمدي فتحي يميل في حاله علي معلول بيزيد، الناحيه الثانيه اشرف بن شرقي هيثبت له اكرم توفيق، اكرم توفيق في الحاله الدفاعيه من افضل اللعيبه في مصر اللي بيلعب واحد ضد واحد، رائع منتهى الرجوله الحقيقه، بيعرف لان دي اصعب حاله للعيب، يتقال عليه لعيب فدائي. احنا دايما عارف حضرتك دايما بنتكلم في الكوره لما بنيجي نتكلم فنيا، اصعب حاله للمدافع ان انا العب واحد ضد واحد، المنافس مع الكوره، انا ما لو عدى خلاص وعايز اخدها طبعا، دي بتبقى اصعب حاله للمدافع. اكرم توفيق من افضل اللعيبه في مصر اللي بيتميزوا فيها، صحيح عنده تقل عينه كويس قوي على الكوره، وبرده للامانه يعني كلمه حق لازم تتقال، نفس الكلمتين الحلوين دول يتقالوا على محمد هاني، ونفس الكلمتين الحلوين دول يتقالوا على بدر بنون، يعني احنا كجماهير قاعدين بنتفرج لا مطمنين تمام وجودهم يعني. تمام، هي كلامك مظبوط، ولكن بتبقى بدرجات. طبعا لا يعني واكرم اكرم كمان في الكام ماتش اللي فاتوا كمان كان متالق وظاهر، اكرم زي ده شويه ليه؟ لان هو بيلعب في قلب الملعب، لما بلعب في قلب الملعب بتبقى المشكله اصعب. لان الملعب مفتوح، لو جالي واحد ضد واحد بستخلص منه الكره بشكل جيد. لما باجي على طرف الملعب على الجنب اليمين او الجنب الشمال، الخط بيساعدني، الخط ده بيعتبر معايا، لو انا قفلت له على الخط وقفلت اللعيب اكرم بيعملها كويس. طبعا متميز فيها. محمد هاني برضه زي ما قلت لحضرتك متميز فيها. ايمن اشرف، اللعيبه النادي الاهلي معظمهم متميزين في الجزئيه دي قوي. يعني ليه بتكلم على الحاله دي ليه؟ لانها بتتكرر كتير جدا مع اشرف بن شرقي، وممكن تتكرر كتير مع زيزو ناحيه اليمين. فاللعيب اللي عينه على الكوره كويس ويقدر يستخلص الكوره في حالات واحد ضد واحد، او زي ما بنقول المنافسات، يعني انت الملعب كله عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا بيلعب بونج رايت مثلا مع باك ليفت، منافسه الاثنين قدام بعض زي زيزو مثلا وعلي معلول. فبتبدا اللي هياخد اكتر عدد من المنافسات بيننا وبينه بين بعض هو اللي ممكن يكسب المباراه في الاخر. تخيل حضرتك الى حد كبير، عندك حق، الى حد كبير مع حاله التوفيق للعيب هتلاقي المنافسات دي هي اللي بتكسب، كان دفاعيا او هجوميا. ده بالنسبه لاداء نادي الزمالك، انما نادي الزمالك عنده خطوره متمثله في الثلاثه اللي قلت حضرتك عليهم، لازم يتمسكوا بشكل جيد، نقرب منهم كويس قوي، هتبص هتلاقي النادي الاهلي يقدر يتفوق هجوميا. ده بالنسبه لاداء نادي الزمالك. جميل. طيب احنا يعني مش فاضل عندنا اكتر من دقيقتين برضو عشان نعرف الناس كنا بنقول ايه على حضرتك، بالنسبه لاسكندريه بتاعتك على ان في تالق سكندري محفوظ، وان في عدد محدود من المباريات شفنا اهداف كتير جدا. تمام حقيقة. احنا لسه كنا بنتكلم انا وحضرتك طبعا على مباراتين الاتحاد اسكندريه، الاتحاد اسكندري الاتحاد بمنتهى الامانه في ماتشين 13 جول، صحيح 4-4 و3-2، ما بتحصلش كتير دي، ما بتحصلش كتير صحيح طبعا. نتكلم على الريمونتادا
بتاعه حسام حسن اجاد فيها بشكل جيد، ولكن برضو اتكلم على المنتدى لازم اتكلم عن السلبيه، ما انا دخل فيها 4 اجوان يبقى انا عندي مشاكل دفاعيه لازم احلها. ويظل حسام حسن ظاهره استثنائيه بالظبط كاريزميه، يعني هو يعني بعيدا عن قدراته التدريبيه في يعني بعيدا عن النقطه دي هو عنده كاريزما شديده الخصوصيه الحقيقه طبعا طول عمره، يعني طول عمره حسام وهو بيلعب عنده الشراسه صحيح. والروح والطموح العالي قوي دايما نقله لعيبته بشكل جيد علاوه على حسام ذات فنيا جدا في التدريب اكيد بامانه طبعا ويستاهل ان هو يكون ليه مكانه يعني اكبر من كده طبعا. كل التوفيق لكل الفرق طبعا اكيد وبتمنى اكيد التوفيق برضه للاهلي ان شاء الله في لقاء الجمعه الجاي باذن الله ان شاء الله. سعدنا بوجود حضرتك وتشرفنا نورتنا وان شاء الله بقى تبقى دي اول مره بس مش اخر مره. لا ان شاء الله تنورنا كده يعني دايما قناه النادي الاهلي دي قناه عزيزه على قلبنا كلنا. ربنا يخليك وسعدت بيك جدا ربنا يخليك. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك والشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين من 10 ل 12 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.